إلى الأسواق العربية، أولى نشراتنا على شاشة العربية بزنس. على كلنا البداية كما العادة بنظرة على افتتاح الدفعة الأولى من أسواق الخليج، نتابع فيها افتتاح الأسواق الإماراتية والكويتية. وكما تلاحظون نشهد تباينا في الأداء صباح اليوم، المؤشرات الإماراتية تحت بعض الضغط في أولى جلسات تداول هذا الأسبوع، في حين المؤشرات الكويتية تسجل ارتفاعات. فقط نذكر أن مؤشر سوق دبي كان تكبد تراجعات حادة على مدار الأسبوع الماضي بلغت تقريبا 2.5 نقطة مئوية. بالطبع يعني حال مؤشر سوق دبي كحال باقي الأسواق التي تأثرت على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة وفي لبنان على وجه التحديد. مؤشر سوق أبو ظبي كذلك كان تكبد تراجعات أسبوعية أكبر بلغت تقريبا 4.2% كما تلاحظون خلفي. على كل صباح اليوم يبدو أن المؤشرات الإماراتية تواصل الأداء النزولي، في حين المؤشرات الكويتية على بعض الارتفاعات بعد تراجعات كانت أغلقت عليها نهاية تداولات يوم أمس. يعني المؤشر الأول على وجه التحديد كان أنهى تداولات يوم أمس على تراجعات حادة فاقت 1%. على كل دعونا نفصل الحركة صباح اليوم، والبداية من سوق دبي والأسهم الأكثر نشاطا في سوق دبي. إذن سهم أعمار العقارية في الطليعة من حيث القيمة تقريبا 1 مليون درهم يتداول على ثبات دون أي حركة تذكر، أو بالأحرى يعكس اتجاهه نزولا في هذه الأثناء. من بين هذه الأسهم سهم العربية للطيران يتراجع ب3.4 نقطة مئوية. سوق دبي المالي كذلك تحت بعض الضغط، في حين ENBD على ثبات ودريك أند سكال مستقر لحركة تذكر. كيف هي الصورة في أبو ظبي الأسهم الأكثر نشاطا؟ إذن العالمية القابضة السهم الأكثر نشاطا، إذن يبدو أنه هذا السهم هو الذي يضغط على مؤشر سوق أبو ظبي، مع العلم بالطبع أنه سهم IHC أو العالمية القابضة له وزن ثقيل على مؤشر سوق أبو ظبي، بالتالي أي يعني تراجعات أو ارتفاعات عليه تؤثر على أداء المؤشر بشكل كبير. مدن القابضة من بين هذه الأسهم، لاحظوا السهم يقفز بما يقارب 3%، مع العلم بالطبع أنه تم تعيين مجموعة مدن كمطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة في مصر، ويبدو أن السهم يتفاعل إيجابا جدا مع هذه الأخبار. إذن نذكر تم تعيين مجموعة مدن كمطور رئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر. سهم يرتفع بقوة صباح اليوم ملتبلاي على بعض المكاسب، في حين مجموعة إي أند تحت بعض الضغط. قبل أن ننتقل للسوق الكويتية فقط نشير إلى أننا نتابع سهم GFH بالطبع المدرج في سوق دبي أبو ظبي الكويت وسوق البحرين، في ظل أن GFH رفعت حصتها في خليجي بنك من تقريبا 58% إلى تقريبا 83%، زيادة قدرها تقريبا 25% اعتبارا من 30 سبتمبر. على كل السهم يتراجع صباح اليوم في الأسواق الإماراتية بتقريبا 1.6%. سنفصل هذا الخبر في وقت لاحق من النشرة. نقف سريعا عند أبرز ما يحرك السوق الكويتية. إذن بنك بوبيان هو السهم الأكثر نشاطا، نتحدث عن تقريبا 2,600,000 دينار، يرتفع بقوة صباح اليوم. من بين هذه الأسهم بيتك على مكاسب جيدة، بنك الخليج كذلك، مدينة الأعمال قفزة بما يقارب 4%، والوطنية الدولية كذلك. على كل المشاهدين كان هذا أبرز ما يحرك الدفعة الأولى من أسواق الخليج.